السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد. هاي الحلقة 99 من سلسلة العاب اندرويد. مثل ما شايفين هاي خمس العاب اليوم. عندك اول لعبة بارك، اللي بعدها بارك، واللي بعدها بارك، واللي بعدها بارك. اليوم كلها العاب بارك، واللي بعدها بارك. هنا عندك اول شيء، هنا سيارات، هنا تاكسي، هنا سيارات، وهنا سيارات، وهنا سيارات، يعني الخامسة والاخيرة. شوف اول لعبة مثل ما شايفين، تضغط على اللعبة وتنتظر لحد ما تفتح. راح تاخذ شوية منك وقت، انت انتظر لحد ما تفتح اللعبة، بعدين اضغط على هذا الزر على مود تفتح اللعبة وياك. انتظر شوية، مثل ما شايفين هاي اللعبة. هنا عندك زر تمشي السيارة، هنا بريك، وهنا على مود الباك والامام، وهنا التصوير مثل ما شايفين. هنا عندك ايضا ستيرن، وهنا عندك المكان اللي لازم تخليها بي السيارة مثل ما شايفين. بعدين ترجع للبك على ما تخليها. مثل ما شايفين تخليها لازم بالبارك مثل ما شايفين بهاي الطريقة. بعدين تأكد من هاللعبة، هاي اللعبة هي مثل ما شايفين. شوف اللعبة اللي بعدها، اللعبة الثانية، لعبة أيضا تاكسي سيارات. انتظر لحد ما تفتح وياك اللعبة، راح تاخذ شوية منك وقت، فأنت انتظر لحد ما تفتح اللعبة. مثل ما شايفين طلع له هذا الخيار، هذا الخيار مثل ما شايفين بلاي جيم. بعدين تختار المرحلة انت اللي واصلها. اكيد المرحلة الاولى راح تكون هذا اعلان تقدر تتخطاه، هذا ايضا اعلان تقدر تتخطاه، وتنتظر لحد ما تفتح وياك اللعبة. تختار طبعا، هنا عندك صوت تقدر تقطع الصوت وتلعبها بدون صوت اللعبة. مثل ما شايفين تنتظر لحد ما تفتح اللعبة. هاي اللعبة هنا عندك بريك وبنزين، هنا عندك تعيد اللعبة. هنا لازم تخلي السيارة، طبعا هذا هو نفس البريك، هو يرجع هنا نيكست ليفر، راح تكمل وياك اللعبة. تقدر تكمل طبعا اللعبة في المراحل. شوف اللعبة اللي بعدها، اللعبة الثالثة مثل ما شايفين. تضغط على اللعبة تنتظرها تفتح، راح تاخذ شوية منك وقت. هذا اعلان تقدر تتخطاه. تنتظر هذا الخيارات، هنا تريده صعب سهل، وإذا تريده متوسط تقدر تختار الشيء اللي تريده. هنا دا يقول لك اختار بالضبط اللي تريده انت. هنا كونتينيو، هنا يقول لك اضغط على مود تبدي تلعب اللعبة. لازم تروح تخليها في هذا البارك السيارة مثل ما شايفين، وتكمل اللعبة. طبعا هنا عندك تصوير، وهنا عندك طبعا على مود المرحلة الثانية. هنا عندك ترجع السيارة، هنا عندك توقفها اللعبة باوس، هنا عندك نمود بريك وترجع ايضا للخلف، او بس بريك هذا طبعا ترجع بهذا الخيار. مثل ما شايفين هاي اللعبة. شوف اللعبة اللي بعدها، اللعبة الرابعة، اضغط عليها وانتظر لحد ما تفتح وياك اللعبة. راح تاخذ شوية منك وقت، بس انت انتظر على اللعبة لحد ما تفتح. اضغط على هذا الخيار اول شيء، بعدين اختار المرحلة. اكيد المرحلة الاولى راح تكون هنا عندك بنزين، وهنا بريك، وهنا على مود ترجع بك وتتقدم. هنا انا لازم تخليها بالبارك مثل ما شايفين، هو كاتب لك كلمة بارك، لازم تخليها بالبارك. هذا الان تقدر تخطاه، وهنا تضغط هذا الخيار وتكمل اللعبة. نشوف اللعبة اللي بعدها، اللعبة الخامسة والاخير. طبعا هذه حتى بيها تقدر تنقل بين التصوير شلون تريده انت، الشيء اللي يعجبك ايضا. المهم تضغط عليها اللعبة، اللعبة الخامسة. انتظر لحد ما تفتح اللعبة، راح تاخذ شوية منك وقت. مثل ما شايفين هاي اللودينج، تضغط على هاي الكلمة، هذا اعلان تقدر تحطه. سيارة فات كلش حلو. المهم تضغط عليها وانتظر اللودينج لحد ما تفتح وياك اللعبة.
هنا عندك تضغط هذا الخيار على مود تبدأ تلعب اللعبة، راح تاخذ شوية منك وقت. هنا تضغط على أول شيء على مود تفتح وياك اللعبة على المرحلة الأولى. عفوا، مثل ما شايفين تضغط هنا على البريك على مود تكمل اللعبة. هنا عندك التصوير وهنا عندك البارك. هنا طبعا على السهم لازم تمشي وتخلي السيارة مثل ما شايفين. هذا 5 ألعاب اليوم، أتمنى أشوف دعمكم حول القناة في نهاية الحلقة. من مشترك خلي يشترك، وحلقة قديمة خلي يشوف. كان معكم سالم، في أمان الله.